رسالة لكل الناس اللي بيتوهموا ان هم مش تحت ايدي، اني مش طايلهم زي المذيعين كده وبتوع التوك شو، فاهميني ولا ايه؟ النهارده بقى انا جايب لكم صوت سمين، غزاله شارده، نجمه كبيره في عالم تقديم البرامج، بدات في الاردن وفي ظرف سنه بعد عنك غزت الخليج العربي كله، معجبينها بالملايين، انستجرامها مطرعم، سناب شاتها بيستغيث، تويترها هيطرشق من كتر الفولورز، وفي الحقيقه هي مذيعه شاطره، مكلمه، وفوق كل ده مال وجمال، بس للأسف الحلو ما يكملش، شايفة نفسها أوفر، طايحة في البشرية وبتعامل معانا على إننا عبيد، متكبرة ومتجبرة ومتحجرة، هريانة طول النهار صور على السوشيال ميديا، مرة ماسكة لها جوز ضنابل، ومرة على التريدميل، ومرة على العجلة، إيه يا ست؟ هو محدش بيروح الجيم غيرك ولا إيه؟ مش بالجيمات هي، الركعة النية والنفسية يا جماعة، علشان كده قررنا نجيبها النهارده علشان نحط عليها، بس نحط عليها ايه انا مش عارف الحقيقه. معانا ومعاكم مهرة الفضائيات، فرس الشاشه الجامح، جوكي البرامج، علا الفارس.